السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة يا جماعة هيكون عن قراءة الجداول والرسوم البيانية. يا اخواتي اعملوا معروف، لازم نحس بالظروف ونحاول نحوش من المصروف. بابا عبد الغفار شغال ليل ونهار. عندك حق يا ازهار، ده انا باخد من بابا المصروف واوقات كتير ببقى مكسوف. لازم نحس بالظروف ونحوش من المصروف. لما نبدأ الادخار ونحس ببابا عبد الغفار، بابا اللي بيشقى ليل ونهار وأمله إننا نكون شطار. طبعا الشكل البياني اللي قدامنا ده يا جماعه بيوضح ما ادخره كل من ازهار وعمار وبكار بالجنيهات خلال الاربع شهور الاولى. طبعا الاربع شهور الاولى يا جماعه اللي هم طبعا شهر يناير وفبراير ومارس وابريل، وطبعا احنا هنمثل المبالغ اللي ادخرها الاولاد بادئين طبعا من الخمس جنيهات وال10 15 20 زي ما حضراتكم شايفين لغايه 50 جنيه، يعني التوفير هيكون بالجنيهات. اولا هنيجي للازهار يا جماعه، ويعني هيمثل يعني النقود اللي هي ادخرتها ستمثل بالعمود الاحمر اللي هيظهر قدامنا ده، وطبعا احنا شايفينها هي مدخره كام؟ ايوه 45 جنيه. ايضا يا جماعه عمار زي ما حضراتكم شايفين اللي هو بيمثله العمود الاصفر وهو مدخر طبعا 40 جنيه، وكذلك طبعا بكار وهو مدخر 30 جنيه. طب لو جينا يا جماعه في شهر فبراير زي ما حضراتكم شايفين هنجد ان ازهار مدخره كام؟ اهي باينه اهي يا جماعه، برافو 30 جنيه، وعمار طبعا مدخر 45 جنيها، وبكار اللي بيمثله العمود الازرق هو برضو 45 جنيه. طبعا يا جماعه هنيجي برضو في شهر مارس هنجد ان العمود الاحمر طبعا اللي بيمثل المبلغ الذي ادخرته ازهار اللي هو 45 جنيها، وايضا عمار يا جماعه او العمود الاصفر 30 جنيه، وكذلك بكار اللي هو العمود الازرق كام؟ 40 جنيه. بعد كده يا جماعه شهر ابريل زي ما حضراتكم شايفين ازهار بتمثل طبعا الادخار بتاعها كان 45 جنيه، وعمار اللي هو العمود الاصفر ايضا اللي هو 20 جنيه، اما بكار يا جماعه اللي هو العمود الازرق وكان 45 جنيه. طبعا في سؤال هنا بيقول لي يا جماعه ما ادخرته ازهار بيساوي ما ادخره بكار في شهر نقد؟ طبعا احنا عارفين ان ازهار بيمثلها اللي هو العمود اللي لونه احمر، وبكار طبعا العمود الازرق. طب احنا عايزين نشوف العمودين يا جماعه متساويين في شهر ايه؟ تمام، هم متساويين في شهر ابريل. سؤال تاني يا جماعه بيقول ما ادخره عمار يساوي ما ادخره بكار في شهر؟ طبعا الاول هنبص على عمار ونشوفه العمود بتاعه طبعا اللي هو اللون الاصفر، وبكار اللي هو اللون الازرق. طب هما تساوي امتى يا جماعه؟ اللون الاصفر والازرق طبعا في شهر فبراير. السؤال الثالث يا جماعه بيقول لي ما ادخرته ازهار اكبر مما ادخره عمار في شهر نقط ونقط ونقط. طب نشوف كده بالراحه يا جماعه، ازهار اللي هي العمود الاحمر وعمار بيمثلوا العمود الاصفر. امتى يا جماعه كان العمود اللي هو بيمثل ازهار اللي هو الاحمر اعلى او اكبر من العمود الاصفر؟ تمام، في شهر طبعا يناير، وايضا في شهر مارس، وكذلك طبعا في شهر ابريل. الشكل البياني الذي امامك يوضح مبيعات التلفزيون والكمبيوتر وأجهزة التكييف بآلاف الجنيهات في أحد المحلات التجارية خلال 4 أيام متتالية. طبعا يا جماعة احنا يعني هنشوف في خلال 4 أيام، طبعا اليوم الأولاني والثاني والثالث والرابع، هنبدأ طبعا نشوف المبيعات للتلفزيونات أو الكمبيوترات وأجهزة التكييف في هذا المحل، وطبعا هم بيبيعوا بآلاف الجنيهات. يعني حضرتك شايف طبعا في هذا الرسم كاتب 50 و100، طبعا ال 50 مش 50 جنيه طبعا، لا دي 50,000، وال 100 يعني 100,000، 150,000، 200,000، لغايه طبعا حضراتكم شايفين 500,000. طبعا هنا في اليوم الاولاني زي ما احنا شايفين يا جماعه ان اللون الاخضر دوت اللي هو بيمثل مبيعات التلفزيون حضراتكم شايفينه طبعا، والتلفزيون طبعا في اليوم الاولاني التلفزيونات اتباعت او بعنا بمبلغ 200,000. اما الكمبيوتر طبعا اللي هو اللون الجميل اللي قدامنا دوت كانت المبيعات كام يا جماعه؟ برافو، كانت 150,000 جنيه. اما طبعا اجهزه التكييف كانت بكام؟ 200,000 جنيه.
طبعا في اليوم الثاني زي ما حضراتكم برضو شايفين ان التلفزيون اللي هو اللون الاخضر كانت المبيعات بكام؟ ايوه 250 الف جنيه، وطبعا الكمبيوتر ايضا 250 الف. اما اجهزه التكييف كانت المبيعات كبيره شويه طبعا، كان 300 الف جنيه. بعد كده يا جماعه اليوم الثالث اللي اول حاجه طبعا اللي هو التلفزيون كانت المبيعات ب 300 الف جنيه، طبعا عالت المبيعات شويه، والكمبيوتر طبعا كان 200 الف جنيه، وايضا اجهزه التكييف لا قلت المره دي كانت 150 الف جنيه. اما في اليوم الرابع طبعا التلفزيونات زي ما حضراتكم شايفين العمود اللي هو الاخضر دوت بيمثل كام؟ برافو 150 الف جنيه. ايوه دي مبيعات طبعا التلفزيون، والكمبيوتر طبعا 250 الف، وكذلك اجهزه التكييف كانت 250 الف جنيه. طبعا يا جماعه اول سؤال بيقول لي مبيعات التلفزيون، مبيعات التلفزيون تتساوى مع مبيعات الكمبيوتر في اليوم، تمام، في اليوم الثاني. حضراتكم شايفين طبعا في اليوم الثاني التلفزيون اللي هو العمود الايه الاخضر، والكمبيوتر اللي هو العمود اللي هو الجميل اللون الجميل دوت، يبقى تساوم طبعا في اليوم الثاني. السؤال الثاني بيقول مبيعات الكمبيوتر تتساوى مع مبيعات اجهزه التكييف في اليوم. تعالوا نشوف يا جماعه كده العمود بتاع الكمبيوتر واجهزه التكييف متساويين فين؟ تمام يا جماعه في اليوم الرابع. اخر سؤال يا جماعه بيقول مبيعات التلفزيون اكبر من مبيعات اجهزه التكييف في اليوم. برافو يا جماعه في اليوم الثالث. طبعا شايفين العمود الايه الاخضر بتاعنا اللي هو كان بتاع التلفزيونات في هذا اليوم اللي هو الثالث ب 300 الف جنيه، اما مبيعات طبعا اجهزه التكييف كانت ب 150 الف جنيه. نشكركم على حسن المتابعه، مع نفهم نتعلم بسهوله وبساطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.